نشرة إخبارية جديدة من أورينت، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. الكويت توقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين على خلفية تصريحات جورج قرداحي. مبادرة مكافحة الجريمة المنظمة ترصد تهريب أسلحة إيرانية من ميليشيا الحوثي إلى حركة الشباب الصومالية. الأردن يحبط تهريب 35 ألف حبة كبتاجون قادمة من سوريا. متفوقة على أفغانستان، سوريا تسجل أكبر عدد من ضحايا الألغام لعام 2020. مقتل 4 عناصر من ميليشيا حركة النجباء المدعومة إيرانيا بانفجار في بلدة بنان جنوب حلب. أهلا بكم من جديد. أوقفت الكويت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. وكشفت وسائل إعلام كويتية أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، بالإضافة إلى وقف تأشيرات العمل. ينضم إلينا من الكويت عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بدر القطان، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد العزيز، مرحبا بك معنا في هذه النشرة عبر أورينت. هذه الخطوة من قبل دولة الكويت فيما يخص تأشيرات الزيارة بالنسبة للبنانيين، أو تأشيرات الدخول إلى الكويت بشكل عام بالنسبة للبنانيين، هل كانت متوقعة دكتور عبد العزيز؟ طبيعي جدا أن تكون هذه الخطوة يعني من قبل دولة الكويت أو بعض دول مجلس التعاون الخليجي. انقطعت العلاقات الدبلوماسية وهذا أمر بروتوكولي، يعني أمر متوقع جدا. اليوم ما تستطيع اليوم أن تتعاون مع حكومة أو مع ناس تجاريا او زيارات تعطي فيز او كذا، وانت اساسا مقطوعه ما بينك وبين البلدين، العلاقات الدبلوماسيه يعني، وايضا ما في السفاره اللبنانيه داخل دوله الكويت، فهذا بروتوكولي وطبيعي جدا. لكن احنا في الايام القادمه، لان اليوم حتى بيان وزاره الداخليه بان هذا الامر هو مؤقت، العلاقات ومن ثم تستأنف الزيارات التجاريه وايضا دخول الاسر اللبنانيه لدوله الكويت. وبالمناسبه بالنسبه للتاشيرات اللي عندهم اقامات في الكويت يدخلون بشكل طبيعي جدا، يعني ما في اي مشكله، ولكن الكويت اوقفت قضيه اليوم اصدار تاشيرات تجاريه والتحاق بعائد للاسر اللبنانيه فقط لا غير، وهو امر مؤقت ان شاء الله، وسحاب الصيف وتعدي. طب الان هناك اجراءات ايضا جديده متوقعه من الممكن ان يتم اتخاذها من قبل الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الازمه الدبلوماسيه هذه. مجلس التعاون الخليجي على ما يبدو ماخذ موقف واحد كامل متكامل، وفي تنسيق ما بين دول، لان تشكيل الحكومه اللبنانيه الحالي وهو يمثل الاغلبيه لحزب الله وحلفاء حزب الله، فدول مجلس التعاون ماخذين موقف من هذه وايضا السياسه الايرانيه في المنطقه، وايضا بالنسبه للاستقلال الاكبر لحزب الله في لبنان، فالان وايضا مش لاقين تناغم من قبل الدوله او الحكومه اللبنانيه مع دول مجلس التعاون الخليجي، فاعتقد ان الفتره الجايه احنا نتمنى نستبشر خير، انا ما ابي اسبق الاحداث، ولكن ما اتصور في شيء اكبر من قطع العلاقات وسحب السفير وايقاف التأشيرات أو سمة الدخول، ما أتصور في شيء أكثر من شيء، تصعيد أكثر من ذلك يعني يكفي أن اللبنانيين حاليا عليهم حصار جائر وظروف اقتصادية خانقة وصعبة جدا، ما أتصور خطوات تصعيدية أكثر من ذلك. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد العزيز بدر القطان، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. إلى ذلك، ألقت السلطات الكويتية القبض على 8 متهمين جدد بقضية تمويل ميليشيا حزب الله، ليرتفع إجمالي المتهمين المقبوض عليهم إلى 16 شخصا. وأكدت وسائل إعلام كويتية أن هناك أدلة على تورط المتهمين، منها محادثات عبر هواتفهم، مشيرة إلى أن متابعة القضية تتم عبر فريق قانوني قضائي وفريق آخر من جهاز أمن الدولة.
رصدت مبادرة مكافحة الجريمة المنظمة تهريب أسلحة إيرانية من ميليشيا الحوثي إلى حركة الشباب الصومالية. وذكرت المبادرة أن ميليشيا الحوثي تستخدم خليج عدن لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى حركة الشباب. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قتل أكثر من 110 عناصر من ميليشيا الحوثي، وذلك إثر تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر للميليشيا في مديرية صرواح غرب مأرب. بدورها اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا باتجاه جنوب البلاد، وذلك بعد ساعات من تدمير مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي. ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف مشكورا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عادل تشيلة. مرحبا بك معنا أستاذ عادل في هذه النشرة عبر أورينت، وأشكرك على انضمامك لنا فيها. أسلحة إيرانية من ميليشيا الحوثي في اليمن إلى حركة الشباب في الصومال، ما الذي يعني ذلك أستاذ عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا علينا أن ندرك أن إيران ترسل الأسلحة للحركة الحوثية منذ وقت مبكر، وخصوصا بعد ثورة الشباب اليمني في العام 2011، وتم إيقاف بعض الشحنات الإيرانية في المياه الإقليمية اليمنية، وتم أيضا إلقاء القبض على مهربين إيرانيين. ولكن لا جديد في الموضوع، فالحركة الحوثية تستلم السلاح من إيران منذ وقت مبكر وتستهدف الأراضي السعودية وأيضا المناطق المدنية في اليمن، وإيران موجودة على الخط في الأزمة اليمنية، والحرس الثوري متواجد في العاصمة اليمنية المغتصبة صنعاء. وأيضا ترسلها، يعني ترسل ربما جزء من هذه الأسلحة إلى الصومال، بالتحديد إلى حركة الشباب الصومالية. أولا فيما يخص هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تحقيقا مباشرا من السلطات اليمنية والتحالف العربي وكشف مثل هذه الأعمال، وأيضا المركزية الأمريكية موجودة في المنطقة، وبالتالي هم يدركون، أقصد بذلك التحالف العربي وأيضا الإدارة الأمريكية في المنطقة يدركون مثل هذه الأعمال، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى كشف المزيد. ربما هناك أكثر مما نتصور تقوم به الحركة الحوثية والمجاميع المسلحة في المنطقة بشكل عام. يعني رغم كل الدعوات إلى تهدئة، إلى دعم عملية التسوية والسلام دعنا نسميها، ما زلنا نشهد صواريخ حوثية تنطلق إلى الأراضي السعودية، وبطبيعة الحال هناك رد من قبل الجانب السعودي أو من جانب دعم تحالف دعم الشرعية بشكل عام. أستاذ عادل، أولا هذا دليل على الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة بشكل عام، فهي تحاور من جانب أو تستخدم الدبلوماسية في يد، وفي اليد الأخرى تستخدم الميليشيات المسلحة وضرب الأمن الإقليمي بشكل عام، وبالتالي الحركة الحوثية هي ضمن استراتيجية أو مشروع إقليمي واضح تستخدم لغة الحوار مع الحكومة اليمنية ومع المجتمع الدولي، وتصعد عسكريا في أو على الأرض. ولهذا هذا مؤشر على أن الحديث مع الجماعات المسلحة غير مجدي، أو الحديث عن السلام غير مجدي في ظل التصعيد العسكري، مما يعني أن الحل الوحيد مع الجماعات المسلحة هو كسرها بأي وسيلة كي تأتي إلى طاولة المفاوضات وإلى عملية السلام. وضحت الفكرة، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر. الكاتب والباحث السياسي عادل تشيلة كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أحبط الأردن محاولة تهريب 35,000 حبة كبتاجون قادمة من سوريا في مركز جمرك حدود جابر. قالت دائرة الجمارك العامة إن الحبوب كانت مخبأة داخل سيارة مخصصة لنقل الركاب تحمل لوحة أجنبية. وبينت الدائرة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وتم تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.
سجلت سوريا للمرة الأولى أكبر عدد من ضحايا الألغام الأرضية العام الماضي، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن مرصد الألغام الأرضية. ووثق المرصد 2729 قتيلا ومصابا في سوريا من أصل ما يقارب 7100 ضحية لألغام ومتفجرات من مخلفات الحروب، متقدمة بذلك على كل من أفغانستان وكولومبيا. قتل 4 عناصر عراقيين يتبعون لميليشيا حركة النجباء المدعومة إيرانيا بانفجار في بلدة بنان جنوب حلب. وذكرت مصادر محلية أن انفجارا ضخما وقع في مستودع للذخيرة قتل على إثره عدد من عناصر الميليشيا، من بينهم المدعو الحاج عباس المرتضى أحد مسؤولي التسليح في الميليشيا. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السويداء لتشغل كافة أقسام العزل في مشافي المحافظة مع تزايد ملحوظ بأعداد الوفيات. وذكرت مصادر طبية أن خطورة الوضع الحالي تنذر بوضع أسوأ، مشيرة إلى أن أعداد الوفيات خارج المشافي ومراكز العزل أكثر من داخلها، مؤكدة تدهور الواقع الصحي بالمحافظة جراء عدم التزام الأهالي بالإجراءات الوقائية. نهاية نشرة الأخبار، شكرا لكم على كرم المتابعة. للمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا عبر الإنترنت orion-news.net. إلى اللقاء.